السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم وان شاء الله قبل ما النضور نبداو الشغالات والروتين. داكشي اللي كنبارطاجي معكم ديما، جيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم وكنظن غادي يهم اغلبيه الامهات اللي عندهم وليدات كيقراو. كتعرفوا دابا القرايه ما بقى ليها والو، حنا الدخول المدرسي بدينا ديجا كنوجدوا الكتوبه كاع داكشي اللي غادي يخص. بالنسبه للحاجه اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم البنات، بعدا قبل ما نبدا معكم في الموضوع نخليكم نهضر لكم زعما على الحاجه اللي انا جيت نهضر لكم عليها دابا، اي باش تعرفوا. وبين قوسين هاد القضيه هادي اللي غنبارطاجي معكم ما عندها حتى شي دخل بالاشهار لا حتى شي حاجه، غنهضر معكم لمصلحه وليداتكم. عارفه بزاف ديال الامهات اللي متبعيني عندهم وليدات، بلا تحيه كبيره لكم. كنتلاقى مع بزاف ديال الناس على برا كتقول لي ماما كتحماق عليك، ماما متبعك، ماما متبعك، كتعجبيها، كدير اي حاجه كتقوليها ليها. هذا شرف كبير ليا انه يكون عندي متتبعات بحالكم. المهم الناس، بالنسبه المشكل اللي كان عندنا حنايا صراحه مع خويا محمد، كان عنده مشكل نقص في ماده الرياضيات. كنا دائما كنقلبوا على شي استاذ اللي هكا يعاونوا بالنسبه لهذه الماده هذه بالضبط، خصوصا انه داير علوم، يعني هو ديجا علمي ماشي ادبي كما قلت لكم. وكان عنده مشكل اللي سبب ليه مشكل كبير في هذه السنه اللي دازت، ودائما كنقلبوا على شي حد اللي يعاونوا. راكم عارفين حصص الدعم دابا شي حاجه اللي ولات مهمه وضروريه، كيعاون بها الدري راسو، كيقدر يفهم شي حوايج اللي ما كيقدرش يستوعبهم في القسم، اولا ما تيقدرش يفهمهم في القسم، كيخصو دوك الحصص ديال الدعم باش كيزيد يطور المهارات ديالو وينمي القدرات الفكريه ديالو. الناس اللي عيا تقلب على استاذ اللي تكون الكفاءه ديالو عاليه واللي بصح غيعاون وليداتكم. اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد السيده، على واحد الاستاذ اللي غنوجه ليه تحيه خاصه من هنا، وبغيت نقول ليه شكرا وتحيه وكلمه شكر قليله في حقك. حنا كنفتخروا انك يكون عندنا استاذ تبارك الله بهذه الكفاءات في اكادير، اللي هو الاستاذ هشام وكريم. بالنسبه لهذا الاستاذ كنظن الاغلبيه ديال الناس ديال اكادير غيكونوا كيعرفوه، لان تبارك الله السمعه ديالو سبقه الناس كاملين اللي ديجا كان خدام مع وليداتهم ما شاء الله. ما نعاودش لكم لينيفو فاش وصلوا، انا ديجا بحثت وقلبت بزاف ديال الحاجات كما قلت لكم، عاد جيت نهضر. كتعرفوني دائما ما تنهضرش من فراغ، تنهضر لكم على شي حاجه اللي انا تنكون شايفها، ولا الناس اللي قراب التجربه ديالهم كيكونوا يعني معودين لي على التجربه ديالهم، اولا كنكون بحث في الموضوع، عاد كنجي كنبارطاجي معكم المعلومه كما بغاتكم. بالنسبه للاستاذ هشام اكريم، هو استاذ ماده الرياضيات بسلك الثانوي التاهيلي. اي وحده عندها كما قلت لكم وليدات عندها مشكل اولا وصلوا سن المراهقه، كتعرفوا هاد السن شحال صعيبه، كل صراحه طفل ولا كل ماش كيتسموش اطفال صافي ولاو مراهقين تبارك الله بداو كيكبروا، كل وليد ولا كل بنت كيفاش كتجي هذه المرحله ديال المراهقه. كاينين ميم اللي ما كيبقاوش يتصنتوا لوالديهم شنو كيقولوا ليهم، دائما كيتقبلوا الهضره ديال واحد اخر على انه يتقبل الهضره ديال والدي. هادشي حنا كلنا كنعيشوا، كلنا غادي تلقاو زعما داز هادشي في لونطوغاج ديالكم. داكشي علاش بالنسبه لهذا الاستاذ تبارك الله عليه هو كوتش، كيدير التنميه الذاتيه، كيعاونكم وليداتكم على حسب يعني باش هكا يتغلبوا على الماده اكثر. وتبارك الله عليه ما شاء الله، كما قلت لكم الكفاءات ديالو عاليه بزاف. ما تخيلوش الطريقه باش تشرح للتلاميذ والطريقه اللي كيتقرب منهم اكثر باش كما قلت لكم داكشي كيعطي نتيجه اللي كتكون زوينه في الاخر ديال العام. ما شاء الله عليه، ماشي كيشرح لهم في القسم وصافي، لا كيتبعهم في فيسبوك، يعني حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام كتلقوه دائم التواصل مع التلميذ، فهمتوني؟ يعني بحال قلتو كيولي داك التلميذ كيدير الثقه في الاستاذ ديالو، يقدر يعاود ليه اي حاجه. تخيلوا ميم يكون شي مشكل انت كاع ما سايق عليه الخبر، يقدر الاستاذ انه يعاونو. واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ صراحه الا غير جلستي مع الاستاذ وهضرتي معنا متاكده غادي يتقنعك هضرتو، غادي نحط لكم ديجا تبارك الله شحال ديال لي ديبلوم حاصله عليهم ما شاء الله عليه. كما قلت لكم استاذ اللي هو الكفاءه ديالو عاليه بزاف بزاف. كما انا كنت واحد الفتره كنقلب، انا فاش شفت النتائج ديال خويا صراحه سيرتو في ماده ديال المات ما عجبنيش الحال، قلت خصني ضروري نعاونو، خصني ضروري نشوف شي استاذ اللي يشد بيديه اللي يبقى يدير لي حصص ديال الدعم على حقهم وطريقهم باش هكا تعطي نتيجه. شحال هادي كنا كنديرو حصص الدعم ولكن ما كناش دايرين ديك المراقبه المستمره باش نكون واقعيه معكم، ولكن هاد العام قررت
ضروري انني يعني نراقبوا المسار الدراسي ديالو باش ان شاء الله تكون نتائج اللي هي زوينه. وانا براسي بنتي، انا بنتي مازال ما لحقتش على هادشي كامل، ولكن ان شاء الله ملي تكبر الا ربي يطول في العمر، ملي تكبر وتحت شي استاذ، ما عمرني ما غادي نفكر نمشي شي بلاصه اخرى، غادي نفكر انني نمشي عند الاستاذ هشام وكريم كما قلت لكم، حيت تبارك الله ما شاء الله عليه. كاع التلاميذ اللي دازوا تحت يديه كتلقاوهم راهم في كليات ديال الطب، كاينين تبارك الله في كليات اللي هما تبارك الله المستوى ديالهم عالي بزاف، وماذا بينا كلنا وليداتنا يطلعوا لينا شي حاجه اللي تفيدنا المجتمع ديالنا، شي حاجه اللي نفتخروا بها، علاش لا؟ كلنا هادشي اللي كنتمناو، كلنا كنبغوا نشوفوا وليداتنا في اعلى المراتب. الله يخلي لكم كاملين وليداتكم، كما قلت لكم انا متاكده مليون في المية انكم غيكون عندكم بحال المشكل، حيت نتوما في ديوركم يا اما بنتك اولا مع ولدك. مما البنات هذا الاستاذ هذا راه كوتش، يعني بالنسبه لك حتى انت كان عندك شي مشكل كتعرفوا. شوفوا ما كايناش شي دار ما كتخلاش من المشاكل، باش نكونوا واقعيين مع ريوسنا، ملي كيكثروا عليك المشاكل ما كتلقيش مع من تهضري، كتبلوكي فاش كتفكري، كتفكري تمشي عند طبيب نفسي باش تعالجي. هادشي شي حاجه اللي عاديه، طبيب نفسي ماشي شي حاجه اللي ولات عيب او لا نهائيا. كل واحد كما قلت لكم مشاكله في دارو، ملي كنقولوا طبيب نفسي كنقولوا غيعطيك دويات، كنقولوا بزاف ديال الحاجات اللي ما كنبغوش كان وصلوا ريوسنا ليهم. ننصحكم انا بالاستاذ اولا الكوتش هشام وكريم، الا تواصلتي معاه غادي يلقى لك الحل بلا ما يعطيك لا دواء لا حتى شي حاجه. وكما قلت لكم هذا الشيء انا تهضر معكم انطلاقا من تجربه ديال ناس اخرين اللي بصح تيقول لك سنين وانا نتبع مع طبيب نفساني، وكنت دائما كناخذ مهدئات، كناخذ بزاف ديال الحاجات باش نقدر نعس ولا باش نقدر نحل هذا المشكل اولا. تبارك الله ملي تبعوا مع الاستاذ اولا الكوتش هشام ما شاء الله لقاو نتيجه اللي هي زوينه، وفي اشهر اللي هم قلال كيحلوا مشاكلهم زعما تبارك الله عليه ما شاء الله. ما عندي ما نقول انا من خلال كما قلت لكم البحث اللي دارت والناس اللي سمعت والتجارب ديال ناس اخرين تلاميذ اخرين، اقتنعت مليون في المية. وان فوا انا اقتنعت كما كتعرفوني دائما فاش كنقتنع بشي حاجه ضروري كنبارطاجيها معكم بلا ما نتردد، خصوصا شي حاجه اللي غتلقاو فيها النفع، يعني اللي غتنفعكم نتوما تنفع ولياتكم. يعني فاش غادي ترجعي تقولي والحمد لله امينه بارطاجات معنا شي حاجه اللي كتنفع، فهمتوني شنو بغيت نقول. والمهم البنات بلا ما نكثر عليكم بلا ما نطول عليكم، اي وحده فيكم كان عندها ولدها او بنتها محتاج سوا استشارات حاجه اخرى البنات باش تعرفوها. بالنسبه للاستاذ يعني ماشي ملي كتكمل الحصه ديالك كنقولوا فاش 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 كتكمل المده اللي كيكون متبع لك مع وليدك اولا مع بنتك صافي من بعد كيتخلى عليه، لا نهائيا نهائيا. يعني كيكون دائم التواصل معهم في اي لحظه اي وقيته كيكونوا محتاجينه في شي حاجه كيلقاوه بجنبهم. وتخيلي معايا واحد الانسان اللي تبارك الله رزين، واحد الانسان اللي عارف شنو كيدير، يكون هو اللي متبع لك الخطوات ديال ولدك ولا ديال بنتك في اي استشاره في اي حاجه كان غادي يدير غادي يستشر معاه. انا بالنسبه لي بعدا غادي نكون مطمئنه الا لقيت بنتي كتستشر مع واحد الانسان بحال هكا، واحد الاستاذ اللي تبارك الله عليه عارف شنو كيدير واللي كيفيد لينا وليداتنا. وحاجه اخرى البنات تبارك الله عليه عنده دبلومات دوليه في التنميه الذاتيه، يعني كنتو مهتمين باي حاجه من هادشي اللي انا قلت لكم دابا تقدروا تواصلوا مع الاستاذ. دابا نخلي لكم نمره التليفون ديالو، نخلي لكم انستغرام ديالو. تخيلوا معايا انا التجارب الناس اللي شفت كانوا ناس اللي ما كانوا كيكرهوا هذه الماده ما كيحملوهاش. كلنا كنا فاش كنا كنقراو كتكون عندنا واحد الماده ولا جوج ما كان يعني بكثرت ما كنكونوا ما كنفهموهاش صافي كننفروا من ديك الماده ما كيعجبناش مازال حتى ندخلوا ليها. تيولي ولدك ولا بنتك بلا ما تحتاجي تبقاي مصدره راسك معاهم لا سير قرا لا، هو تيولي كيبغي هذيك الماده. واكيد اي واحد كيكون كيبغي شي حاجه راه كيمشي كيديرها بلا ما يحتاج ان شي حد اللي يبقى يقول لي لا خصك تقرا لا خصك دير لا خصك تفعل، فهمتوني شنو بغيت نقول. المهم كنتمنى نكون فدتكم. وحاجه اخرى البنات راه ديما تنقولها لكم، ما كانت شي حاجه اللي غتستافدوا منها عرفوني ما غاديش نبارطاجيها معكم في القناه ديالي. وتبارك الله انا متاكده انه بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا كيعرفوا الاستاذ هشام وكريم غتكونوا بزاف كتعرفوه، بزاف اللي متبع ليكم مع ولياتكم وغادي تشهدوا شهاده حق هنايا. المهم الغزاله ديالي بلا ما نطول عليكم، اليوم غادي تجي عندي فاطمه اختي هي وراجلها وعيطت على حتى والديا، غادي نتغداو مجموعين مشهيين قصريه ديال الكسكسو. قال لك بغاو بحال ديك القصريه اللي صورت ذاك النهار، قلت لهم على الراس والعين. صيفطت لي اختي ميساج حتى لواحد الوقت البارح بالليل، يعني اختي مازال نمشي للسوق عاد نتقدى الخضره ديال الكسكسو سو عاد نجيب داكشي اللي خاصني، وفاش نجي ان شاء الله للدار غادي نشارك معكم نهاري كادي.
وهنا لقيتوني جيت للسوق، كما قلت لكم جيت للسوق الحد هو فاش كنتغدى غالبا، بالنسبه للخضره وبالنسبه للي فخوي حتى هما كيكونوا صراحه طريين، كيكونوا اثمنه مناسبه، وكيكون تبارك الله واحد الاختيار ما شاء الله على خيرات البلاد. تبارك الله الخير موجود، والاثمنه حتى هما صراحه زوينين في المتناول. كما كتشوفوا كما قلت لكم جيت ناخذ غير داكشي اللي كان خاصني بزاف على قبل الخضره ديال الكسكسو هي اللي ما كانتش متواجده عندي في الدار. هنايا فاش يلاه دخلت جيت بين بارطاجي معكم هاد الشبيكات هادو اللي خديتهم نيت من السوق فاش كنت في السوق، زويونين، الثمن ديالهم 20 درهم البنات. عجبني الشكل ديالهم انهم ما كياخذوش ليه سباس نهائيا، يعني كتغسلي فيهم هكذا لي فخوي ديالك تسقطريهم فيهم، الشكل ديالهم كما قلت لكم زويون وما كيشدوش نهائيا البلاصه. بالنسبه لي فخوي ديجا كنت مرقداهم في الخل تما، شتو معايا راني حطيتهم في هذوك الشبيكات غير باش يتسقطروا، شللتهم مزيان من الماء وحطيتهم باش يتسقطروا، وجيت مباشره باش نبدا التوجد ديال الطبيله. يعني حتى في هذاك الشيء اللي خاصني ديما تنقول لكم هذه القضيه، فاش كتكون عندي يعني جي عندي شي حد او لا كنحاول نقاد الطبله هي الاولى حيت كتشد ليا شويه الوقت، عاد من بعد كندخل للكوزينه باش هكا فاش يجيو الناس كتكون بعدا ديجا الطبله مقاده وكتكوني مهنيه منها حتى انت. غنحط لها كاع داك الشيء اللي خصو يتحط كما قلت لكم، عاد نمشي نقاد الكسكسو. هو ما غاش نشارك معكم الطريقه حيت ديجا كنت صورته لكم باش ما يكونش تكرار في القناه، ديجا وريتكم الطريقه ديالي بالتفصيل كيفاش كنقادو. اللي مازال ما شفتوش دابا نخلي لكم الفيديو صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتشوفوا الطريقه ديال الكسكسو من الاول حتى الاخر. حاجه اخرى البنات اللي بغيت نقول لكم قبل ما ننسى، على حساب ندى بروتيين الصالون ديالنا داير لكم واحد لا بروموسيون، ولا داير لينا واحد لا بروموسيون اللي غزاله كتوصل حتى 30%. الناس اللي متبعيني في انستغرام ديجا بارطاجيتها معكم، قلت اكيد ما نبخلش عليكم حتى نتوما خصني نقولها لكم. بمناسبه الدخول المدرسي كاينه ناقص 30% بالحق غير البنيتات الصغار، يعني من 6 سنين حتى 13 عام او حتى 14 عام كنظن، قالت لي ما عقلتش بالضبط. المهم الا بغيتو ديرو بروتيين او لا شي سوان للشعر ديال بنياتكم، راكم عارفين الدخول المدرسي كنبقى واحد اليوم مع شعرهم في الصباح مشط يامات مشط قد يامات قد، ملي كيكون الشعر تبارك الله ديجا مسرح ونديرو ليه شي سوان يعني كتهناي دغيا دغيا، كتمشطي لبنتك شعرها وكتخرج وكيكون ساهل انك تحكمي لها في شعرها. انا صراحه خديت غونديفو باش ندي بنتي. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم البنات واللي راكم عارفينني فاش كنهضر على الحاجه كنهضر على شي حاجه كما قلت لكم اللي انا مجرباها، ما غاديش انا نغامر بشعر بنتي غير هكاك. ديجا كنت درت ليها سوا عند ندى تبارك الله، ما عاد زينت ليها الزغبه ديال شعرها، ما عاد تقاد لها شعرها، ما عاد طوال ليها نهائيا، ما كيلوحش الشعر نهائيا تبارك الله. ندى كتجيب منتوجات اللي الجوده ديالهم عاليه بزاف، ما كتجيبش اللي كان، هذا الشيء بالشهاده ديال كاع الناس اللي كيصايبوا عندها. كما قلت لكم انا ما غنجيش نغامر بشعر بنتي غير هكاك، اولا نغامر بشعري انا نيت غير هكاك. كتشوفوني شحال من مره كنقاد عند ندى تبارك الله عليها، خدمتها بروفيسيونيل، المنتوجات اللي كتجيب راهم لا كاليتي ديالهم زوينه البنات. خصكم غير زعما تعرفوا اش من منتوج كديروا لشعركم، واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ هي انا نضمنها لكم حيت انا عارفها كتجيب لا كاليتي تبارك الله عليها. المهم كما قلت لكم لا بروموسيون كتوصل حتى 30% بالنسبه للصالون ديالها، كاين في السلام في حي السلام حدا حمام السلام بالضبط تما فين كاين. المهم كما كتشوفوا هنايا اكيد خصني نعطر الصالون ديالي تكون فيه ريحه زوينه، غادي نطلق البخور وحطيت حتى بالنسبه للفاكهه في الطبيله ديالي، عاد من بعد غنمشي مباشره للكوزينه باش نبدا التوجد ديال الغداء. وصوفياتي حتى هي كما كتشوفوا لبستها جالسه فرحانه كتسنى ادم فوق اش يجي، مشط لها شعرها وعاد مباشره غادي ندوز للكوزينه بعد ما حطيت خليت الغداء كيطيب. ديجا كما قلت لكم ما شاركتش معكم الوصفه حيت ديجا بارطاجيتها معكم. هنا جيت كنقاد البلاطويات اللي غادي نحط فيهم الحلوى، غادي نستفها كتعرفوا مور الغداء سيرتو ملي كتكون العائله مجموعه كنبغيو نعمروا شي بريد على حقو طريقو، نحطوا حليوات نحطوا شويه الفاكهه اللي نجلسوا كنجمعوا حنا تنشربوا كويس ديال الاتاي. وخديت عندها هاد لي تارتوليت صغيوري اللي كنت قلت لكم اخر مره خديتهم عجبوني لذاد البنات، غير جربوهم عندها والله ما تندموا، كل وحده بنكهه مذاق خطير، الشكل حتى هو زوين، يعني حتى كم يكون جايين عندك الضياف تبغي تقدميهم فنين فنين. المهم ها هما هادو خليتهم في هاد الطبيله هادي ابار كما قلت لكم حتى نتغداو ان شاء الله، وغادي نعمر واحد البريري ديال اتاي يكون صحراوي برزتو اتاي يكون برزتو على حقو طريقو.
شوفوا البنات غير المنظر ديالهم صراحه شحال كيتشهي، مهم شهيه تكون فيهم. هنايا صافي كنت سقيت القصيعه ديالي ديال الكسكسو، شوفوا شحال كتشهي مشهيه تكون فيها، جات لذيذه. كما قلت لكم كنديروا انا باللحم والدجاج داك الميلونج ديالهم بجوج، واكيد تكون الخضره كثيره، ضروري 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 من الخضره تكون كثيره، تكون مخلطه كامله. كما قلت لكم انا بالنسبه لي الكسكسو هو تكون فيه الخضره كثيره. بعد ما تغدينا الحمد لله كانوا اجواء عائليه زوينين. من بعد كما قلت لكم حطيت حليوات، حطيت لي فخوي، عمرنا اتاي وجلسنا في خاطرنا. هنا من بعد ما خرجوا جيت باش نجمع الدنيا، راكم عارفين غسلت المعان، دوزت واحد الجفيفه في الكوزينه، غادي نقي الدنيا وغادي نطرفها. اصلا فاش كتسالير وينتك عاد كتحسي بديك الراحه النفسيه اللي كنقلبوا عليها كاملين صراحه. بعد ما كتسالير روينه كتكون النفسيه ديالك زوينه، وكتقدري تجلسي ترتاحي في خاطرك. انا بعدا من النوع اللي ما تقدرش نخلي الدار مرونه وهكا، وكنجلس كنحس براسي مديرونجيا، واخا كيكون فيا الموت ديال العيا كنقول لا خصني حتى نسالي عاد نرتاح، يعني نرتاح وتا النفسيه ديالي كتكون مزيانه. كما قلت لكم انا من بعد ما غسلت المعان جففت الارضيه مزيان. بالنسبه لهاد الطبله مازالين كتسولوني ليها، هذه البنات راني خديتها في مرجان بالحق. شوفوا داك الوسط طبال لكم واحد لطاش بيضه، حطيت عليها شي حاجه سخونه وطاشت ليا تما كما كتشوفوا. المهم كانوا عندكم بحال هذا النوع ديال الطبلات، حاولوا انكم ما تحطوش عليهم نهائيا شي حاجه اللي تكون سخونه، سينو راه غادي تخسروها بحالي. هنا كنت كنشارك معكم هاد المنظمات فاش كنت في السوق، راني خديتهم من بعد ما ساليت جيت رتبت فيهم المكياج ديالي، صراحه زوينين غير ما عقلتش بالضبط على الثمن ديالهم بشحال خديتهم، والله الا نفعوني البنات. مازال ما لقيتش صراحه الدوك اللي بغيت بالضبط، مازال ما لقيتهم، ولكن على الاقل هادو جمعوا لي شحال من حاجه وخديت هذا الشكل الاخر. بالنسبه لهذا الشكل ديال المنظمات غينفعكم بزاف ديال الحاجات، حيت كيتغطاو بحال دابا ديروا فيه دي سيرفيات صغيورين ديال لوجه، تحطوهم في الحمام، ديروا فيهم لي برودوي، المهم عطى الله ما ديروا فيهم. انا استخدمتهم بحال هكا في المجر كما كتشوفوا. ايوا اكيد من ما ساليت اكيد ما يمكنش النهار كامل وحنا في تماره وفي الكوزينه، ضروري كتعطي واحد الوقيته لراسك اللي غترتاحي فيها. هنا جلست باش نرتاح، جيت صايبت واحد الكاس ديال الحليب، صراحه هاد ليتيزان هادو ديال سكنجبير اللي كناخذ من عند الكنتاوي زوينين البنات، هما كينقويو المناعه حيت مصنوعين من سكنجبير، في نفس الوقت كيعاونوا على الاسترخاء. كنحماق عليهم انا بعدا ضروري ما نشرب كاس قبل ما ننعس، ما يمكنش. عنده بزاف ديال الانواع، كاين ديال البابونج، ديال العسل، المهم كل واحد بنكهه. كما قلت لكم انا هادو ما كيخطاونيش نهائيا. المهم انا جلست نشرب كويس ديالي في خاطري، وغنقول لكم تهلاو في راسكم، وان شاء الله موعدنا في فيديو اخر.